ايوه ارقصي 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 كلها 40 سنه ونموت يا عمر. 40 طب بتعيش 20 40 مره واحده خلوهم 20 كلها 40 سنه ونفطس. حساب الاساس يوم الجمعه. ازيك يا بنتي يا دعية؟ والله منيحه. شو الحين يا حبيبي؟ ما عنديش مستوى يا ام عمر. انت المستوى كله يا بيه، ما تقوليش على نفسك كده. انت تكفايه وشك اللي يجيب المستوى. اقول لك ايه، انت مش حاطه مكب النهارده ليه؟ عشان ما اقدرش احط، عشان اسوي تقشير. شوفي اضافه. انت الفلتر اللي انت حاطاه في شفايفك، كنت عملت فلتر صحيح؟ ايوه فيلر مو فلتر. ليه حبت الفيلر دوت؟ عشان اصير شويه كده يعني. انت كنت حلوه من غير الفيلر. مد البوز. ايه الفيلر؟ لا لا لا، الفيلر ده مش حلو على فكره. عشان اكون كده. الحمد لله مش مشكله، ده عملت فيلر عادي عادي. تغيرت نفسي يا ام عمر، ترى جاني تراكمات. غيري في نفسك يا حبيبتي، طول ما انت عايشه في الدنيا غيري في نفسك. قولي أيوة احلى أيوة. كلام. ايوه انا ايش اسوي؟ اتعاطى يعني؟ مش ما احسن ما القى للمخدرات؟ مو احسن ما انحرف؟ مو احسن ما انحرف؟ ايوه ربنا يكفينا شر الانحراف يا رب. ايوه مش احسن ما اروح على حل شعري وانا ما عنديش اصلا شعر، ثلاث شعرات. لا 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 مش احسن. ها انا عندي موضوع يا نور عيني. ايوه طبعا طبعا الفيلر، اعملي فيلر وحطي وروحي كوافير وروحي هنا وهنا، ما حدش واخد منها حاجه يا حبيبتي. الكوافير ده اصلا بيخلي الستات ما جاش تهتم بنفسها ما تبقاش ست. مش كوافير، هذا مو كوافير. امال ايه ده يعني؟ عند الدكتور؟ ايوه الدكتور اللي بيسوي، اروح الكوافير يسوي لي شفايف اللي يعمل لي. عارفه مين اللي كانت عايزه تعمل لي كده؟ اه عارفه الدكتوره خلود معروفه؟ ايوه كانت عزماني عندها في الكويت، بس عندها ظروف، قالت لي لازم اوديك عندي. ايوه هي من الكويت والله العظيم، دكتوره مشهوره جدا. ايوه انا بعرفها. مين اللي بيعرف خلود الحلوه؟ ايوه وهدتني دي، هدتني دي. انت هدتك ولا شبطتي فيها يا ام عمر؟ اعترفي. ادتها لي، ادتها لي هديه. دي ماركه، دي سالت عليها في السعوديه هناك قالوا لي ماركه غاليه اوش اوش. اه والله والله تستاهل. والله سالت بس لك ولا شبطتي فيها؟ قلتي لها الله حلوه السنسله دي فاحرجتيها اخذتيها. عطتها لي، عطتها لي وعطتني واحده تنج. كيوت. طيب وشو قالت لك؟ قالت لك انفخي شفايفك. خدني عندها هناك في عملية التجميل، قالت لي هظبطك كده. وتصيري وقتها مش ام عمر، بتصيري اسمك الحقيقي خلاص، تبري. شكرا على المغرب حبايبي، شكرا. ايوه عيشي شبابك، عيشي شبابك. وعطتني لسه صغننه يا ام عمر. شوفي عطتني حاجات كتير. بصي بصي عطتني، شوفي شوفي الشنطه، الشنطه اللي مكتوب عليها الكويت اهي. الشنطة العالم الله فيها ايه الشنطة دي؟ لا لا حاجات كتير. اوريك الميك اب اللي جابته لي الماركة؟ ايوه بكلم بجد والله مش بهزر. ايوه بدي اشوف. يلا بدي تشوفي، شوفي 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 الحاجات اللي عطتها لي. شوفي شوفي يا رب الميك اب. لا 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 راح الاي شادو راح. انت ليه بتتعاملي مع الميك اب كده يا ام عمر ليه؟ وعطتني لانسز. اوف لا 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 صافي بلادي القاره. طيب وانت انت ليش ما تحطي عدسات وتكشخي وتحطي الميك اب هذه؟ بحط والله عدسات. طيب ليش ما عمرنا شفناكي محطتهم؟ في العيد بس. ها؟ في العيد. اي عيد؟ الاعياد كلهم راحوا. العيد الصغير والعيد الكبير. انا حبيتك قوي على فكره، واسترجلتك استرجلتك قوي قوي قوي، وكبرت في نظر بجد. انا اي احد بيشوفني بيقول لي وعزتك والله العظيم. انا عنستي من ورا الاسترجال ده يا خلينا نتكلم. اقول لك انا طفش بقول لك عايز اقول اللي في نفسي بقى اللي فيه الرجال ده اللي من جواتي ما بده يطلع. حبيتك وكبرت في نظر.
بجد بتكلم بجد مش بس انت ونظرك. صراحة انت طلعتي بالفعل انسانة محترمة، انسانة راقية، وانسانة رقيقة، شوية وطلعتي متربية يا كتكوتة. والله امك موجودة؟ بتشكي ولا بكلم بجد والله. امي بالبيت دايما بتكون بالبيت. سلميني على قولي لها ام عمر بتقولك تسلم التربية اللي انت ربيتها لها. يا عمري بدايتك ده امي حتى حتحجز طيارة وتجيكي. كبرت في نظري عشان انت صراحة الحركة اللي انت عملتها كانت حلوة في حقك. يا زمن. اولا انا هقول كلمتين، بصوا هعبر يعني. اولا ايه انت ايه، بصي انت انسة ماشي، عندك شك يا معمر؟ ايوه يعني لا يعني والله وبنت يعني فاهمه. فطبعا انا عارفه ان انت ناصحه قوي وبتخافي على سخينه سمعتك. يعني لا بتخافي على سمعتك. يعني ذكيه عمر، بنت ترى البنت دي سمعه، الله يسعدك يا عمري. فانت بتحافظي على سمعتك. طول ما سمعه البني ادم محفوظه، طول ما انت ماشيه بسم الله ما شاء الله. يا عمري فديتك والله. انا ما بحبش بس هذه الاشياء تبع السوشيال ميديا، ما بحبش يعني. اصدقائي مش ضروري يعني كل شيء يعني. خد بالك انا كده برضه، انا لما بكون خارجه في اي حته ما بحبش ادخل اي حاجات انت عارفه. طب ما انا ناس من السعوديه ومن الامارات بيجوا يقابلوني عادي، ما برضاش اصور معاهم لو انزلهم على صفحتي واقول مثلا ان ده وده وده عادي. انا ممكن اقول مثلا ان انا قابلت المشرفه كذا بس ما صورش معاه. هما صح. انا كمان عندي اصدقاء كتير، عمار دايما بتشوفه كده ما بصور. صح، هو ده الصح. ليه؟ انت اولا بنوته عشان الناس مش هتفهم الصداقه. شو برافو عليك يا الناس حل. مش كل الناس عندهم ثقافه انه ممكن تكون عندك شباب اصدقاء. كل الناس ما عندهمش هذه الثقافه. بصي اهل المغرب، اهل الخليج عامة، الناس دي بتبقى ناس محترمة قوي وبتبقى ناس راقية. أهل الخليج فاهمة؟ أيوة. أي غلطة بتحسب بيشوفوها بيزعلوا. أيوة صح. أي كلمة بيشوفوها وحشة صح. بيتكلموا وبيقولوا لا دي وحشة، لا دي معرفش كفو، لا دي وحشة داوي مش كفو فاهمة؟ الكلام ده كله. فطبعا يا عمري يا لازم عشان والله. عشان الجمهور أول حاجة تعملي حسابها الجمهور اللي موجود عندك على السوشيال ميديا كله. والله والنعم فيهم كلهم يا عمري. والله انت كيوت يا والمغرب يا نور عيني يا قلبي. اهل المغرب انا بموت فيهم. 250 نقطة ما لهمش لازمة. بوستين بوصة من هنا وبوصة من هنا ما لهمش لازمة. حبايبي اخواتي واصحابي بوستين، واحدة هون واحدة هون ما لهمش لازمة. كفو يا حبيبي، كفو يا حبيبي يا سهل، كفو يا بعد راس، كفو بنات. برافو كفو يا بصورة صاد حبيبتي يا بنت الامارات. لا بتدبلوا يلا خير دبلوا يا دبلوا بقى ساهر يا حبيبي. حب كبير لاهل المغرب كله والاهل العالم، وحب كبير لفنزات دعاء. فضفضلنا يا ام عمر، انت لما كنت كده صغيره ويعني كده انت لسه صغيره يعني، لما كنت يعني كده بقرينات. بصي اولا انا كان لي اب كان صعب قوي، وكانت لي ام هي على قد ما هي جاهله بس كانت ناصحه، كانت تقول لي ايه اوعي تخلي واحد يمسك ايدك اوعي فهمتي؟ وانا بنت بنوت عارفه كانت توصل لي المعلومه ازاي؟ انها تقول لي ايه؟ اوعي الواحد مسك ايدك ابوك هيموت. ابويا كان شديد قوي. كان بيخاف علينا جامد، كنا بنات وبيخاف علينا. الله يحفظه. لسه عايش؟ الله يرحمه بقى، مات من زمان. الله يرحمه. مرة زمان
عرفت واحد وانا انسه في المدرسه. هيا وطي يا من زمان. راح اعمل لي المهم راح اعمل لي ازاي؟ قلت له ايه؟ خد رقم التليفون، احنا عندنا تليفون ارضي، ورن عليا لو لقيت حد لو لقيتني انا رديت قول ايه؟ محمد عبد الله. لو انا هرد عليك هقول لك ماشي. لو حد طبعا في اليوم ده كل ما يرن ابويا جنب التليفون، حلو، يرن ابويا يرد، الو محمد عبد الضرار، يعملوا زي اقفل يا صايع يا ابن الصايع يا ضايع ابن الضايع. كل شويه يرن، تاني يوم رن ابويا راح راد، التالت يوم رن، قلت له بقول لك ايه، ابويا بينام جنب التليفون وما ترنش تاني عشان ما يبقاش نهارك اسود. يا عمرو طيب ابويا كان ناصح، يقوم بقى في نص الليل، انت يا بت انت قومي اقعدي لي، واحد رن على التليفون، مين اللي اداله رقم التليفون؟ قولي لي انت. كلنا طبعا نايمين ومش لو حدش يابا يمكن يكون حد رن بالغلط، مفيش حد هيعترف. ترى كان بيخاف علينا، فهمت يعني؟ بارك دودو يا بتتسلى يا جماعه، خلاص صار جزع. قولوا لي بقى في اكل انا الحكم الاول، انا فزت حكم جولتين. يلا فاصله، السوالف معاكي حلوه يا ام عمر، لازم السلفه تكون احلى من السلفه. مفيش احسن من السلفه. امتى جايه لدبي؟ دبي اما ربنا يفرجها ان شاء الله باجيلك. يعني يا ام عمر، يا ام عمر ربنا بيفرجها كل يوم كل يوم توب 1. تعالي بقى تعالي بقى يا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. في حاجة يعني ما تخلينيش احسدك، ما تخلينيش انظر لك فيها. في حاجات مهمة بتتحس ما بتتقلش. ايوه في حاجات مهمة عن حاجات. انا مش معقول يعني اروح اركب لي ب 10,000 رايح وب 10,000 جاي، اصرف لي 20,000 جنيه عشان اتفسح. صح، انت برضه عندك عيال. اخلي بنتي اجيب لبنتي اي حاجه، اجيب لابني اي حاجه. صح. في مسؤوليات انا بفكر فيها لقدام دلوقتي. صح. البنت عشان تتجهز بتتجهز بالشيء والشويات، فهمتي؟ ما كانتش تجيلي فسحه كده. انت عندك بنوته؟ اتنين. ما شاء الله، كم عمرهم؟ واحده كبيره عروسه 17 سنه، والتانية حلوة حلوة عندها 13، فهمتي؟ ما شاء الله. انت اتجوزتي صغيرة؟ 15 سنة. الله، وكم لك وانت متجوزة؟ ما طفشتيش من الجواز يا ام عمر؟ خلاص بقى العيال يا حبيبة قلبي والدنيا والدين. ما طفشتيش من جوزك يعني؟ ما فكرتيش يوم تطفشي منه؟ اطفش مين يا ما في يا ما مالك؟ يعني تقول يعني ما طفشتيش. اليوم حطيت في السناب سؤال، قلت سؤال، لو انت لو كان عقد الزواج ده له مده ويخلص، حتجدديه يا ام عمر ولا مش حتجدديه؟ لا ما ينفعش الست الاول في الاصل اللي تفكر في الجواز وتسيب عيالها تروح. لا ممكن، ما بوريكي بنتي الكبيره ثواني. اوكي يلا شوفي شوفي. ضحيتي من ذاك الزمان، انت يا دار الامان، انت حبي. ما شاء الله كبيرة. امي جنة امي شمس. عمري الله يحفظها لك. اوريكي ولادي الاثنين التوأم. عندك كم اولاد عندك؟ هما اتنين توأم. وبنات؟ يا عيني انتي مش شايفاهم كويس؟ شفتهم كيوت اهم كيوت. عندك هلا اربع عيال صح؟ بنتين وولدين. شوفي محمد لوحده بسم الله ما شاء الله، وشوفي الدكتور الدكتور محمد ده. الدكتور ده محمد الله انت عايزه يطلع دكتور؟ دكتور المهم يطلع متعلم وخلاص.
لا لا قول له شد حيله يصير، قول له اقل من دكتور ما اقبلش. شوف شوف يا عمري الله يحفظه لك يا في رب. مسؤوليات يا اخي، انا ورايا مسؤوليات كتير، ما اروحش اتفسح اقعد اصرف للي ورا، انا ما كانش يجي لي فسحه كده من واحده صح. انا ما حبيبتي كنتش بعرف ان وتقول لي عندك تعالي عيال كده كتير، عندي كده انا عندي فكرت عندك عمر بس. وتفرفش عليا ماشي، لكن هناك اروح اصرف وبتاع لا يا أم. صح، الاولويات اهم حاجه. في حاجات انا بفكر فيها كتير، افكر في بيت، افكر في حاجات، انتريك جديد، سفره جديده، عشان لما يجي عريس لبنتي جدعة يا أم عمر، يا حظ عمر فيكي. ورانا محمد عايز يتجوز، وعمر وسلمى وسناء، في مسؤوليات ورايا في ظهري، فاهمة؟ مشان كده انت نيتك حلوة، مشان كده ربي بيرزقك. على نياتكم ترزقون. على نيا وانا وياك. سلمى في التليفون التاني والله العظيم. سلمى وريني الصورة بتاعتي كده اللي على التليفون. عندك حق يا ام عمر، وريني يا جماعه حبيبتي يا جماعه في تكبير. بحبك كتير يا دعاء على فكره. طفشتوني اليوم، طفشتوني يا جماعه، طفشتوني، ما ادري ايش. دعموها يا جماعه. لا ما بكبسوا، كبسوا يا جماعه ودعموها. وريني بس 17 سنه صغيره على الجواز لسه. من 17 سنه بنتك 17 سنه؟ لا مش دلوقتي، مش دلوقتي، ما يبقى عندها 20 ولا 22. انا بقول بفكر في المسؤوليات اللي قدام، كمان 3 4 سنين بيجروا زي الهوا. ما تجوزيهاش دلوقتي. شوفي سلمى، شوفي كيوت. لا 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 دي بقى ما تديهاش بالساهل كده، لا شرطي. ايوه شرطي على بناتك يا اختي، عايزين لهم ولاد الحلال وخلاص، ولا اتشرط ولا اعمل، ولاد الحلال يبقوا موجودين خلاص يا اختي. قليلين ولاد الحلال، وحلال ولاد الحلال فين دلوقتي؟ قليلين موجودين ولاد الحلال، قليلين، انا اقول لك موجودين بس حق قليلين. ما تقوليش كده، لما ربنا بيكتب النصيب ان شاء الله قليلين. والله يصدقيني انا هدعي لك واقول لك ربنا يرزقك بابن الحلال يا رب. والله هم بيكونوا ولاد الحلال في الاول، بعدين بيصيروا ولاد حرام. لا لا ترى في ناس على فكره محترمه ومتعلمه وناس تعرف دين ربنا ايوه بيعرفوا كل حاجه. لا وناس كتير تاخد ستات بتحافظ عليهم، في ناس أيوة أيوة كل ده في الاول، ايوه كل ده في الاول، بعدين بيطلعوا كلاب. طب انا هسيبك بقى عشان اشوف وشك بخير النهارده. حلوه قوي عليكي كده يا عمري، انت يا فراولة بديتك. يلا بس بقى نروح نحكي اه نروح نحكي السالفة يلا.